اليوم طالما الجو ما شاء الله غائم وامطار قلنا نبي نجي هذا المطعم. هذا المطعم تقريبا مو قديم، صار له حوالي سنتين. بكر القعده فيه روعه. طبعا هو مطعم وقهوه والاطلاله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا ما شاء الله الدور الثاني من نفس المطعم. القعده صراحه بانوراما، تخيل ان هذا ينفتح اذا صار الجو حلو وما في مطر، حتى هذا ينفتح ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه صبنجة يا جماعة، هذه بحيرة صبنجة وهذه مدينة صبنجة، واللي وراها هذه جبال صبنجة. أغلب الفلل اللي تصير على إطلالات تصير هني فوق، شوفوا الفلل اللي فوق هذه كلها إطلالاتها جميلة، عسى ربي يبارك لأهلها. السطح الظاهر انها شايله كوخ من عندنا هناك، شلون شاليهات، هذا كوخ. هذا واحد من المولات القريبه اسمه سرديفان مول، موجود في سكاريا. سكاريا فيها تقريبا ثلاث مولات اللي اعرفهم، واللي ما اعرفهم الله اعلم. فاللي اعرفهم ثلاث مولات في سكاريا وثلاث مولات في ازمت. هذا يبعد عنك هنا ربع ساعه وهذا يبعد هنا عنك ربع ساعه. ده لازم تبين الباركود عشان تدش المول. هذا تقريبا مول سرديفان، حوالي ثلاث ادوار، والدور الرابع اللي فوق مطاعم، مو كبير مو صغير، ويغلب عليه الماركات التركيه. هذاك مول سرديفان مول، ونفس الباركينج هذا مول ثاني، يعني بس تطلع على كذي اسمه مول 45، يغلب عليه من برا مطاعم ومساحات مفتوحة، والمول داخل هناك. بس باخذ جولة برا بشوفه، أغلبه مطاعم هناك، فيه ألعاب أطفال. هذا هو المول الجديد من داخل، صراحة أول مرة مرة، وأعتقد أن السنة هذه أول سنة له مرتب، ومن برا فيه مطاعم ومقابل سرديفان، يعني جايتكم واحدة حق الاثنين. وبوسط سرديفان اللي هي تعتبر عاصمة سكاريا، المطعم هذا على مدح قوي مشويات. علمني عنه أشرف الله يذكره بالخير، تركي، قال ابو سالم تبي تاكل اقوى مشويات واقوى كباب بهالمطعم بدون لا تطلب، بس اول ما تقعد يفول لك الطاوله كلها مقبلات. الحين للحين ما طلبنا ولا شيء، وضع بس مشويات. هذه التكه عليها مدح، عشر اشياش على قولتهم، اللي يقولها صغار الحين الواحد ياكل عشره. وهذا طبعا كباب اظنه اللي يكون سبايسي، كباب اورفا، في دجاج، في معاليق، يعني مشكل. بس هذا وضعه، في شيء بساندويتش وشيء كذي. طبعا يودي الطلب كذي بالصياخ. والثلاجة تحت فل اشياش. ما شاء الله طالع ما يقلب صيخ صيخ، يقلب عشرة عشرة. روح ما شاء الله، هذا اللي متمرس ما شاء الله. اوه شوف قاعد يبهر، ترى سحب من هناك بهارات ورشهم كلهم رش. اقعد يا سلام يا سلام، طلعتك الله 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 اكبر.
اقوى شيء حاطين عند كل طاوله هذه، تدرون ليش؟ عشان الصيخ نفسه تسحب وتحط هنا. بس المطعم صراحه ممتاز جدا، تكه حلوه. هذا محل بوسط سكاريا، سوق شعبي، كل شيء فيه بلاستيك، اغراض، يعني ما يحتاج تجيب معك شيء من الكويت ابدا ابدا. حتى شغل كراسي، طاولات، بلاستيك، كل شيء موجود. يعني اللي يبي الورقيات اللي هو اكواب ورق وغيره، شوف زوالي كل شيء. شغل اكواب الورق هذا حق الكشتات مرات تستخدمها. حتى صحون شفت ابي ورق موجود، كل شيء موجود، والاسعار حيل حلوه حيل صراحه. خوش مكان للي ساكنين هنا او عندهم فيلل او مستاجرين مده طويله، يصلح لهم. يعني في مرات تصير في نواقص كلها تحصل هنا، حتى يعني صحون وغيره. المحل والله ممتاز واسعاره ممتازه. هذا هو، بحط لكم لوكيشن بعد تحت وبحطه بالمفضله، سوق شعبي تركي ممتاز. يوم الريوق في الفندق، جايبهم فندق عائلينا بالسطح في خوش مطعم، جربنا المره طافت عشاء ممتاز جدا، جربته مرتين عشاء ممتاز. الريوق اول مره جربه، وهذه الاطلاله ما شاء الله تبارك الرحمن. فندق عائلينا اللي صورت لكم اياه قبل فتره، ملاكه كويتيين، وهذيك ترى فيلنا، وهذه بحيرة صبنجة، وهذه إزمت، مدينة إزمت. يعني ترى من 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 معشوقية إلى يمكن يومين ثلاث أيام بمر أسوي لكم جولة، تشوفون الغرف، يعني فلل بس فندقية، فرش فندق، تنظيف أعتقد، يعني بعلمكم كل تفاصيلهم يوم يومين بإذن الله. والله حلو سعرهم، يعني حتى توقعت انه على اساس انه فندق السعر غالي، بس يقول لي تقريبا 60 ليره الفرد للريوق. طبعا التركيه هني ريوق الفرد من 50 الى 75. انا توقعت ان الفندق هني بحكم انه فندق وكذي عالي، البوفيه تقدر تجي تقريبا قال لي 60 ليره للفرد لغايه الساعه 11 الصبح. تشكر دنم.